لكن هو وجهة النظر ان هو لسه واخد بطولة افريقيا، طور من اداء سان داونز بشكل كبير. دي حقيقة. انا بقول لحضرتك وجهة النظر الثانية في نفس الوقت هو هي سان داونز طول عمرها بطلة الدوري قبل بوبو كاماني وبعد الدوري ثلاث مرات، وبقى له اربع سنين ما بياخدش بطولة افريقيا. بقى له اربع سنين، بقى له كل بقى لعب قدام الرجاء ده ولا البتاع دوت كسب مرة ولا مرتين. يعني انت شايف ان محمد يوسف كان الافضل؟ لا انا شايف انا التوقيت الحالي، انا مش احنا ما وصلناش ما وصلش بينا الدرجه ان احنا نجيب مدرب من جنوب افريقيا ونقول اجنبي. ما هو اجنبي، لا يعني احنا يعني كره، اقول لك بقى يعني كره القدم في افريقيا متقدمه عننا في مصر؟ ما انا قول لي سؤال بس بعد اذنك. يعني الكره في جنوب افريقيا على فكره من الدوريات القويه جدا في افريقيا على فكره. انت بتتفرج عليها فين دي؟ لا والله تابعتها. انت بتتفرج فين؟ لا بتكلم بجد والله. لا بتتفرج فين يعني؟ لا بتابعها على اليوتيوب. على اليوتيوب؟ بتابع على اليوتيوب الماتشات بتاعتهم على فكره. بقول لك احنا الاجوان كورتهم حلوه، الاجوان بتتفرج على الماتش لا كامل. بتفرج على اللقطات بتاعتهم والكره بتاعتهم يا ابراهيم. الكره اللعبه الثالثه هناك في بس هم تطوروا يا كابتن جامد جدا بجد. يا عمي انا واحد على فكره انا بحب اتابع تملي الحاجات اللي هي الغريبه في جنوب افريقيا. طيب هم تطوروا الكوره بشكل كبير جدا والكوره بتاعتهم زادت. فين بقى التطور بقى؟ احنا بقى لنا اربع سنين ما بياخدوش البطوله الافريقيه. بقى هو خد بطوله افريقيه مره واحده. مع احترامي هو خده كم مره؟ طب ثواني يا عم بالراحه بس. النادي الاهلي يا عم انت بتقارن مصر دي تاريخ في الكوره. انت بتتكلم جنوب افريقيا بتتكلم يا عم اتطوروا ماشي. ما النادي الاهلي هو درب منتخب جنوب افريقيا كمان يا ما هو مدرب. انت بتتكلم عليه كان انت بتكلمني عن زيجالو او بتكلم عن مدرب ليه رؤيه كويسه. النادي الاهلي يا سيدي الفاضل رؤيه كويسه ماشي. مدرب مجتهد وعمل طفره مع سان داونز بشكل كويس. يا عمي عمل طفره ايه؟ كسبهم مره يا كابتن. معلش انت بتتكلم على بالي كسب بطوله افريقيا. ما تقول الارقام عندك يا كابتن. طب النادي الاهلي من 2015 كسب بطوله افريقيا. ما احنا المدرب اللي ما بيكسبش افريقيا بنمشيه. من 2016 الاهلي صح؟ او 15 2016 الاهلي ما خدش بطوله. هل ده الاهلي معناه النادي الاهلي وحش؟ 2013 سوري معناها الاهلي عنده مشكله. ماشي عنده مشكله بس بدليل ايوه عنده مشكله. ماشي في مشكله. وباكاماني عنده مشكله. تمام. ما باكاماني عنده مشكله ما بياخدهاش من 2015 باين. باكاماني مين؟ اسمه ايه دوت؟ موسيماني. ما كلهمش باكاماني. ماني هو من 2000 وكام؟ من ما باكاماني اللي كان بيلعب. ده اللعيب كوره يمكن بقى مدرب. موسيماني ده خد اخر بطوله افريقيه لسان داونز امتى؟ سنه كام؟ قول لي. ما تقول لي بالارقام. لا انا عايز اقول لك ان هو كان في 2012 كسب النادي الاهلي خمسه. طب ما ايه في 2012 كان مساعد. لا كان ماسك جنوب افريقيا وكسب منتخب مصر 1-0 في اخر دقيقه في 2012 وخرج مصر من ايوه. طب ويعني من تصفيات افريقيا يعني دي 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 تدي دلاله ايه من 2012 لحد ما وبعد كده استمر يا كابتن. ما هو بعد كده لما مسك سان داونز هو اللي برضو يعني حسن شحاته خد بطوله افريقيا ثلاث مرات ورا بعض. جنوب افريقيا كانت تنده له تقول له تعالى درب تقريبا جاله. يعني انت شايف ان موسيماني مش هو ده مش ده التارجت بتاع النادي الاهلي ابدا خالص. زيه زي المصري. يعني ايه اللي عنده كوره؟ ايه الكوره اللي هيقدمه جديد يعني؟ بتقول ايه؟ ابتدت الحرب. انا عارف والله. يعني ايه الحرب؟ مش هيسيبوه كابتن. بس كابتن مجدي مش هيسيبوه. الناس بتوع الجنيه يا ابني انا بكلمك كابتن مجدي. هو انا الاول الاول انا عايز اقول لك الراجل استنى بس يا عم عايز اقول حاجه. عمل مشكله من الناس اللي هم اللي بيقعدوا في الجنينه اللي هم كانوا عايزين عارف اللي هم مين الجنينه؟ انهي جنينه؟ احنا ما خدش لا مش انت بتخش يعني انت بقالك فتره بتخش. انا بتكلم على الناس اللي هم كان لهم مصلحه ان هم عايزين يمسكوا في النادي الاهلي. دول اكتر ناس هيعملوا حمله على الراجل ده. وعشان كده من خلال اللي هم مين؟ اللي موجودين اللي هم كانوا عايزين يبقوا مين دول؟ في الجهاز يعني القدامى اللي كانوا عايزين القدامى اللي هم عايزين يبقوا مدير. هو في قدامى عندنا بيقعدوا في الجهاز. لا الناس اللي هم بيكونوا في مين دول بقى؟ قول لي اسمائهم بقى. بقى خلاص هم معروفين انت ادرى يعني. هو بيتكلم والله ما اعرف. بيتكلم على القدامى اللي هم عندنا في النادي الاهلي. ما فيش حد بيقعد في جنينه. لا هم ولا في حد بيتآمر على حد. انا ما قلتش تامر يا كابتن. ما امال ايه؟ طيب ما انا مش فاهم. الناس دي كانت عايزه تبقى كل واحد عايزه تبقى ايه؟ يبقى في الجهاز او مدير فني على فكره. ده يا عم سيبك من انه عايز يشتغل. ده موضوع. هم بقى دول يا كابتن هم اللي هيحاربوه. يا عم ده موضوع يا هيحاربوه ليه؟ هم مش عايزينه ليه؟ انت اللي هو احنا ليه انت جبت واحد مسلماني اسمه باكمان ايه؟
اللي مصمم من اسمه بكاماني، انه اسمه ايه ده؟ موسيماني ده. انا موسيماني. عارف. طب اقولها تاني. موسيماني. موسيماني ده هيحنم. انا اسف يا كابتن مجدي، هم اختاروا مين مساعد بتاعه ولا لسه؟ لا هو جاي، هو جاب ثلاثه مساعدين ده كده، سيبوه هيشتغل هينجح. هم حاولوا ان كان يجيبوا وعرضوا عليه محمد يوسف، ده هو كده 100% وهو رفض يعني. يا عم هي هيستفيد منه محمد يوسف، حسام البدري استفاد منه. احنا عملنا مدربين مختار يا عم بالراحه بس. عم ابراهيم المساعد بتاعه اجنبي معاه بس حلو كده. كده انا تمام كده، طمنت عليه. طب برافو عليك. تعالى قابلني. والله انا كده طمنت عليه. طيب هنشوف يا اخي، ربنا يوفقه. احنا هيوفقه عشان خاطر نادينا. احنا احنا بنتكلم في الاطار كبني ادمين عاديين. اللي هو ايه؟ اللي هو ان شاء الله لو ربنا وفقه خلاص يبقى ده وفقه عشان خاطرنا، انما مش عشان هو جهبذ يعني. يعني مش عشان هو جاي يعمل مع عنده اللي في دماغه اللي ما فيش عند حد. اوعى تتخيل كده. لا انا ما قلتش يا كابتن. طب هقول احنا مسكنا احمد ماهر الله يرحمه يا عم بالراحه بس. احنا مسكنا احمد ماهر الله يرحمه وكسبنا دوري وكسبنا بطوله افريقيا. انا بتكلم ان هو احنا مسكنا الكابتن سايس وكسبنا بطوله افريقيا وكسبنا الدوري. احنا كسبنا مدربين. انت قصدك ان النادي الاهلي بيعمل هو النادي الاهلي بيكسب بيعمل اي مدرب؟ لا بيكسب. الله. ايوه بس لاول مره كابتن النادي الاهلي بيجيب مدرب عنده خبره في افريقيا وفي نفس الوقت احنا عارفينه طب ما احنا جبنا مدربين. لكن فايلر. طب ما احنا جبنا اللي كسب زي ما كناش نعرفه. فايلر ما كناش نعرفه. فالاول مره. فمن هنا اداره النادي الاهلي او محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اختار واحد معروف في افريقيا وهو مقبل على بطوله افريقيا اللي هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. جاب فايلر وهو ما يعرفش هو مدرب كويس ولا مدرب، او هو عارف انه مدرب كويس لكن الجمهور ما يعرفوش. جه فايلر اثبت انه مدرب كويس. تمام. بالنتائج. طيب بالنتائج واحده يبقى نستنى نشوف يا سيدي. واحده بس. بكاماني ولا موسيماني؟ واحده. بال 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 بالنتائج فايلر اثبت انه مدرب. لكن النهارده انت لما عرفت ان فايلر مدرب كويس وعملت له اسم، طيب انت مستني تتعاقد معاه امتى؟ يعني المفروض انك تتعاقد معاه امتى؟ ما انت لازم عارف انه هيخلص عقده في الوقت الفلاني. الراجل عنده شويه مشاكل. لازم في مشكله في النادي الاهلي سواء مع اللعيبه او سواء مع المدربين، ان الناس اللي بتقعد في التفاوض عايزه اللي تقوله لازم تسمعه. يقول لك امديله على بياض. هو في حد في الدنيا دلوقتي في حاجه اسمها امديله على بياض؟ في حاجه اسمها امديله على بياض؟ في حاجة اسمها تقنعني واقنعك. في حاجة اسمها انسى اختلفت. انسى انت كنت ايه. انسى انت انا مارادونا. او امدي حسن نية. الكلمة دي يا كابتن ايه حسن نية؟ اقنعني واقنعك. هو في النهاية الخطيب خد. لا انا بتكلم على اللي بيقعد. انا هو لجنة الكورة دي دورها ايه؟ انا عايز افهم لجنة الكورة اللي معمولة دي دورها ايه؟ التخطيط ولا التخطيط؟ دورها ايه؟ تطفش. ما انا مش عارف الادوار في الحقيقه. والله ما عارف الادوار. كابتن مجدي وبعدين ارقام في المرتبات يا ارقام مهوله.